أنا أم علي، عندك كام سنة يا أم علي؟ عندي 53 سنة. يعني حضرتك ما شاء الله قصة كفاح من الطفولة. وأنا عندي 11 سنة. احكي لي كده بقى عن حياتك. وأنا عندي 11 سنة كنت شغالة في مخبز، قعدت فيه 20 سنة. بعد كده اتعرفت على جوزي هناك الله يرحمه، اتجوزت. بعد ما اتجوزت فتحت فرن على قد كده يعني. اشتغلت فيه وهو معايا، هو قاعد معايا يجي 5 سنين شغال في الفرن ده، وتوفى الله وهو شغال معايا. هو معايا كان واقف معايا وتوفى، جات له جلطة وتوفى وهو احنا في الفرن الله يرحمه. الله يرحمه. برضك استمريت زماني، اشتغلت في الفرن برضك ومع العمال بتوعي ماشي. بس الاب بقى ما عملت حادثة ثاني بقى، كانت صعبة عليا شوية. نهت الفرن، مش قادرة تقف في الفرن، ما قدرتش اقف بقى. رحت بايع الفرن، وجت دي عندي اصلا، دي كانت عندي. كانت عندك؟ دي كانت عندي كنت شغالة عليها برضو. طيب وبعدين؟ جبت انا اللي لما انا بعت الفرن كنت شغالة على الفرن التاني برضو، الكنافة برضو الصينية التانية. رحت شارية ديت من قيمة 10 سنين كده. انت قلت لي الاول انا شفت واحد بيعمل كنافة فالفكرة عجبتني. انا رحت له قلت له عايز اتعلم عجينة الكنافة، قال لي لا ده صعبة وكلام من دي، فما استسلمتش. حبيت الفكرة وحبيت، ما بحبش الهزيمة، والحمد لله اشتغلت يعني على قد حالي كده، والحمد لله ربنا اكرمني. جالها زبونة اشتغلت بعد كده. تعلمتيها بقى لوحدك صح؟ تعلمتها مرة وفي مرة الحمد لله. لما تعلمتها كده بقى لي 15 سنة بعملها. 15 سنة. حضرتك قلت لي انا ما اشتغلتش بس في الفرن، انا كنت ببيع خضار كل حاجة. كل حاجة. قولي لي كده انت اشتغلتي في ايه؟ اول ما اشتغلت بقى كان في الفرن مع جوزي. العيش. بعد كده اشتغلت في محل فراخ. بعد جوزي ما توفى، بس كنت عاملة فرش خضار قدام البيت عندي. بعد جوزي ما توفى قمت جايبة فرن السمك ده طبعا عشان امارس حياتي برضك عليه. اشتغلت لان بديت بدربة في الايام العادية قليلة شوية، اشتغلت عليه. ناس بقى طلبوا قالوا اعملوا الكنافه وكلام من ده والقطايف والرقاق ماشي والحاجات دي. اشتغلت الحمد لله ربنا اكرمنا اللهم لك الحمد. بقالك بقى 10 سنين بتعملي الكنافه؟ بقالي 15 سنه. 15 سنه.